السلام عليكم. اليوم وصفة تحت الطلب، وصفة بدون لحم بدون دجاج، وتجيب بنتها بنة هيلة، يعني ماشي اللحم ولا الدجاج هما اللي بنوا لنا الماكلة. تبعوا معايا للآخر كيفاش حضرت هذه الوصفة تاع نهار اليوم اللي بنينة هيلة وبزاف خفيفة وتوجديها بالخف. إذا هنا عندي كسرونة ولا طنجرة ولا ديري فيها البطاطا، قطعت هكذا مربعات صغيرة، نديرها في الماء تغلي، الماء والملح، نغليها حتى تطيب مليح مليح ونحيها. هنا من بعد عندي هنايا مقلاة درتها تسخن، ندير فيها كمية تاع الزيت، وعندي بصلة اللي قطعتها بالطول، شوفوا كيفاش قطعتها هكذا بالطول، كش راح ديري تكتشوكا بصلة واحدة. دونك على حسب الكمية اللي راح ديري، انا حندير غير مول صغير. اذا درت بصلة ونخليها تتقلى لنا مليح مليح حتى هذاك البصل يعني يبدا يتكرمل لنا. راه بدا يتقلى لي البصل تاعنا، انا عندي كميه تاع الزيتون مقطع، هنا انا عندي كميه قليله فقط، زيدي شويه على هذا، يعني زيدي حوالي زوج مغارف كبار يعطينا بنه هايله لاصوص تاعنا. وعندي هنايا زوج فصوص تاع الثوم سكرفجين، ني راح نزيدهم مع الخليط نتاعنا ونقليهم مع بعض. زيدي تقلى لنا هذاك الثوم، شوفوا البصل تكرمل لنا، ندلو شويه ملح، قيس البصل بركه غير شويه ملح، حنا ماناش حابين الماكله تجينا مالحه، شويه نتاع فلفل الكحل، نكمل هكذا التقليه تاعهم. بعد نزيد عليهم غير فا كبيره نتاع لا مارغارين هكذا تذوب معاهم في الاول، يعني ديري غير شويه الزيت ما تكثريش بزاف، وكوني شويه خفيفه باش هذاك الثوم ما يتحرقش، يعني ديريه في الاخير كامل. ونزيد عليهم غير فا كبيره نتاع الفرينه، نديرها تتحمص معاهم، اذا نخلط كلش مليح تتحمص لي هذيك الفرينه. بعد ما تقلاو لي مليح نزيد عليهم هكذاك بالتقريب واحد زوج كيسان تاع الحليب، فيهم غير فا كبيره تاع فرينه، نزيد شويه هكذا كاس ونص حتى لزوج كيسان، ونزيد عليهم كميه نتاع الفرماج طري، نخليه هكذا يذوب معاهم، وراني نخلط. هنا نزيد غير شويه ملح، ما تزيديش بزاف، غير شويه الملح لانه درنا الفرماج، شويه نتاع فلفل الكحل، ونبقى نخلط حتى يذوب لي هذاك الفرماج وتبدا تخفر لي الكريمه تاعنا. اذا هنا يبدا تغلي، شوفوا القوام تكون خفيفه شويه ما تكونش ثقيله. درت هكذاك بالتقريب كاس ونص نتاع الحليب مع مغرفه كبيره نتاع الفرينه اللي رايحه نطفي عليها. بعدها ندير امول يدخل الفوق اللي راح ندير فيه شويه نتاع لا ماكارين، ندهن دهنه خفيفه هكذا في القاعده باش تلق لنا البنه على البطاطا تاعنا. وندير هذيك البطاطا اللي كنت غليتها هكذا كطبقه، نسوي لها الوجه نتاعها ونفرغ عليها هذيك الكريمه اللي وجدتها بالبصل والزيتون، تجي هايله، تجي فيها واحد البنه تحفه، فيها البصل فيها الثوم، هذاك الزيتون درت غير شويه هكذاك وطلق البنه تاعو، تجي هايله هايله هايله. نسوي له الوجه نتاعو هكذا باش تدخل تحسي انه البطاطا تاعك كامل تشربت هذيك لاصوص، هنا المهم ما تكونش ثقيله هكذا. هذه وصفه خصيصا للناس اللي طلبوني في الوصفات اللي ما فيهم لا لحم لا دجاج. كمية تاع الفرماج رفيع الوجه وندخلو الفوق حتى يطيب يتحمر ونخرجو. الوصفة تاع نهار اليوم هي معنا واجدة، هاديك لاصوص اللي درنا لها هاديك البصل المكرمل مع الزيتون والثوم يعطيها واحد البنة هايلة، ولازم تكون هكداك مطلوقة والبطاطا تكون مغلية. دوك هنا اللي حبت البطاطا تاعها تقليها تقليها، لكن مغلية تجي خفيفة خير وتبقى الماكلة يعني مسألة أذواق. شوفوا كيفاش جينا هاديك البطاطا، لاحظوا معنا قسم لكم منها شويه، شوفوا كيفاش تجي، تجي يعني تحسيها انه
طريه 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 مشربه، ما تجيش ناشفه، تجي هايله، تحفه تحفه تحفه. يلا هذه معاها سلطه، وانت درتي الحشا ولا الفطور. ان شاء الله نكون دبرت عليك واش ديري نهار اليوم. والى الملتقى ان شاء الله مع فكره جديده، والى اللقاء.